علماء الفيزياء زي ستيفن هوكينج واينشتاين كانوا بيحلموا باليوم اللي البشر يقدروا يخرجوا فيه من الغلاف الجوي للأرض ويروحوا للفضاء، حتى إن النظريات بتاعت اينشتاين كانت بتفترض فعلا وجود البشر في الفضاء. وكلنا شفنا طبعا الصورة بتاعت ستيفن هوكينج لما كان في رحلة محاكاة للسفر للفضاء، وشفناه طبعا وهو في أسعد حالاته. وفي من علماء الفيزياء طبعا اللي قدر يشوف أول صاروخ وهو طالع من الأرض وبيقلع للفضاء، وفي منهم اللي مات قبل ما يتحقق قدامه الحلم بتاعه، واكتفى بس بوجود نظريات في كتب الفيزياء بتتكلم عن ازاي تقدر تسافر لهناك والقوانين اللي تقدر تتحكم في الموضوع ده. بس خلينا نتكلم من نقطة ان السفر للفضاء موجود. وطبعا احد اهم الحلقات اللي موجودة في سلسلة السفر للفضاء هي حلقة رائد الفضاء نفسه، وتقريبا ان احنا نكون رواد فضاء ده كان حلم طفولة عند اطفال كتير، الا لو انا كنت نيرد زياده عن اللازم يعني. بس خلينا نسال شويه اسئله كده يعني، هل الموضوع صعب؟ هل صعب ان انا اكون رائد فضاء واركب مركبه فضائيه واطير؟ ولا ايه هي الشروط والمؤهلات اللي بتخليني رائد فضاء بالفعل؟ علشان كده انا عبد اللطيف وده ما تبقاش زومبي، وفي الحلقه دي هنتكلم عن ازاي تبقى رائد فضاء. لمعلوماتك في البدايه، معايير اختيار رائد الفضاء بتختلف من وكاله فضائيه والتانيه، عشان كده في الحلقه دي احنا معتمدين في البحث بتاعنا على وكاله ناسا، لان هي يعتبر الوكاله الوحيده اللي بتتيح المعلومات بتاعتها كده على الانترنت وبتدي دروس وحاجات زي كده. لو دخلت على الانترنت وبحثت على الويب سايت بتاع ناسا هتلاقي فيه هناك حاجات كتير جدا ومقالات كتير جدا جدا يعني. ومن هنا خلينا نسال سؤال، ايه اللي تعمله علشان تبقى رائد فضاء في وكاله ناسا؟ في البدايه يعني اغلب اللي بيتفرجوا على القناة بتاعتي عمرهم من 18 سنة ل 40 سنة، فبالتالي انت مش هينفع تبقى رائد فضاء خلاص كده. فيفضل ان انت لو عندك حلم رياده الفضاء يبقى تحتفظ بيه لابنك او بنتك يعني مستقبلا، ولزاما عليك ان انت تهتم بتعليمه بشكل كويس. لان خليني اقول لك ان ناسا بتشترط على الناس اللي عايزه تنضم ليه البرامج بتاعه الفضاء والكلام دوت ان هي يكون عندها اقل حاجه درجه بكالوريوس في الهندسه والعلوم البيولوجيه او العلوم الفيزيائيه واي حاجه تخص الرياضه عموما. طب تقول لي سهل جدا يعني، الواد ايه ممكن اصرف عليه شويه واخليه ياخد الشهاده وبتاع ويبقى بقى ايه رائد فضاء؟ اقول لك لا، يعني هو شخص مدني، فبالتالي ناسا بتاخد من المدنيين اللي حاصلين على البكالوريوس، يعني بياخدوا نسبه كبيره جدا من اللي حاصلين على الماجستير والدكتوراه من اللي معاهم بكالوريوس. فانت لو شايف بقى ان الدائره دي معقده شويتين كده، يبقى افضل حل ليك ان انت تدخل ابنك الجيش، وفي الحاله دي الجيش ساعتها هو اللي بيأهله علشان يبقى مناسب للاختبارات بتاعت ناسا، وفعلا يروح الاختبارات هناك والدنيا تمشي معاه في مرحلة القبول بشكل عادي وشكل سلس شويتين عن المدنيين. بس واضح كده ان انت فكر ان التعليم بس هو اللي كفاية، ودي طبعا حاجة يعني ايه خلينا نقول ان هي سطحية شويتين، لان رأس المال بيتحكم في الموضوع ده بشكل كبير. خليني بقى اديك معلومة كده، وهي ان رواد الفضاء اللي موجودين في ناسا حاليا واللي بيطلعوا للفضاء كل بقى فين وفين وبتاع، اخدوا منح دراسية مجانية لان هم ما كانوش قادرين يصرفوا على الشهادات اللي ناسا بتطلبها. الشهادات اللي ناسا بتطلبها علشان تكون مؤهل ان انت تروح هناك غالية جدا، ومش معنى بقى ان هم ما صرفوش على نفسهم وبتاع وما تعبوش في القرش ان هم يعني اي كلام ولا بتاع. روبرت فورست واحد من الموظفين الموجودين في ناسا بيقولك ان الناس اللي خدوا معونات دراسية واتصرف على تعليمهم بشكل مجاني او بشكل مدعوم يعني من جهات تانية كانوا بيقدموا قدرات عالية جدا في الاختبارات التانية بعد كده. فيعني دول مش عيال توتو كده وخلاص، لا انت بتقول ايه يا راجل؟ كمان بقى غير التعليم وغير الفلوس، يعني هنقول ان انت معاك فلوس وعلمت ابنك بشكل كويس، لازم ابنك يكون قد المسؤولية، ودي حاجة ملهاش ولا معيار ولا شهادة ولا كام كاش كده تقدر تدفعهم. دي حاجة بتتقاس بعدد ساعات الخبرة المهنية. طيب تقول لي يعني ايه عدد ساعات الخبرة؟ يعني اقعد بقى ظابط المنبه وستوب ووتش وبتاع بايه؟ انت بتقول ايه؟ اقول لك لا، الموضوع مش بالسذاجه دي. هما بيدوا درجه الماجستير سنه مهنيه، يعني انت معاك واحد ماجستير يبقى انت معاك واحده سنه مهنيه، معاك واحده دكتوراه معاك 3 سنين مهنيه. ده طبعا بالنسبه للمدنيين، ولكن بالنسبه للناس اللي في الجيش، ف يعني المؤهل بتاعك عشان تكون قد المسؤوليه ان انت تكون ركبت طياره نفاثه لاكتر من 1000 ساعه. بس خليني اقول لك ان سعداء الحظ في الموضوع ده واللي ما بيتبهدلوش كتير يعني في عدد مش عارف ايه وان هم قد المسؤوليه ولا لا، هم المدرسين، لان المدرس حسبته بتكون مختلفه خالص. انت واحد خلصت
وبتتعامل مع طلبه وبتتعامل مع حاجات زي كده، الموضوع مختلف معاك. انت معاك خبره مهنيه كبيره جدا، اكبر من اي حد تاني، اكبر من المهندس والدكتور والعالم والناس دي كلها. بس برضو انا همشي معاك في الكلام، وهنفترض ان انت تم قبولك في هذه الاعمال البيروقراطيه والورق والكلام ده كله، ودخلت بقى على الفحوصات الجسديه. كرائد فضاء انت في حاجات معينه كده ما ينفعش يبقى فيها اي تهاون ولا يحتمل لا زياده ولا نقصان. مبدئيا يا سيدي، اول حاجه النظر بتاعك لازم يكون 6 على 6، او يعني في وكالة ناسا هم بيقولوها 20 على 20. ضغط الدم في الحالة الطبيعية يكون 140 على 90 بالظبط، يعني ما تقوليش بقى 120 على 80، ولا هو 140 على 90. طولك يكون بيتراوح من 157 سنتي ل 195 سنتي، اقل من كده ملي، ازيد من كده ملي، اكلش معانا. دي بقى الحاجات الستاندردز اللي هي ايه، خلاص دي ما ينفعش، يعني اللي هو لا يقبل فيها اي نقاش ولا تهاون ولا اي حاجه. بعد كده طبعا انت بتخش على بعض الفحوصات الطبيه التانيه اللي بيتاكدوا فيها ان صحتك كويسه وان انت تمام وزي الفل، ولكن دي الحاجات الاساسيه اللي بيبني عليها الباقي بعد كده. وخليني اقول لك بقى ان الحنتفه دي ضروريه جدا، لان انت بعد كده هيتصرف عليك فلوس كتير جدا، سواء بقى في التاهيل والتدريب وسنين الدراسه وكل الحاجات دي هنحكيها بعد كده. بس يعني خلينا نتخيل كده ان انت مثلا ايه، اختاروك وطلعت في رحله لكوكب المريخ، وانت في اثناء الرحله كده وانت راكب المكوك بقى خلاص طلعت كده معدي جنب ايه، جنب كوكب ولا حاجه، ولا عدت القمر كده ودخلت على المحور اللي بيودي للمريخ، طريق الارض المريخ الصحراوي ولا حاجه، واذا فجاه كده اكتشفت ان انت عندك حصوه في الكلى. طب هنعمل ايه بقى؟ يعني هنرجعك تاني ازاي؟ ولا هتهيتش هايك فوق ازاي؟ يعني ما فيش الكلام ده فوق، فلازم الموضوع يكون محسوب بالملي، ولازم تكون في كامل لياقتك وكامل صحتك. طب يا سيدي انت عديت من اعمال ورقيه وعديت من فحوصات جسديه وعديت من كل الكلام ده، تخش بقى على الفحوصات النفسيه. هما بيكونوا عايزين يكتشفوا الجوانب المختلفه والغامضه من شخصيتك، ومعرفه بالظبط انت ايه اللي انت قادر تعمله وايه اللي انت مش قادر تعمله. هل عندك القدره على العمل الجماعي بشكل كويس؟ لان انت مش هتبقى في المكوك لوحدك، انت هيبقى معاك 3 4 5 6، هتقدر ان انت تتعامل معهم بشكل كويس؟ بس اهو صح، انت تقدر تتعامل بشكل كويس وشخصيتك زي الفل وساوي وكل حاجة وأوراقك تمام وجسمك زي الفل على السليم في الجسم السليم وكله تمام، ألف مبروك يا باشا. ناسا لسه معتبرتكش برضو رائد فضاء، بس حكت عليك قلت بقى ان انا هقولك ان انت رائد فضاء وبتاع، بس لا لا لا، انت لسه عندك 2 سنين تدريب، وكل شوية بيتعمل عليك فحص دوري على الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. فانت لو داخل مثلا 100 بيتفلتر منهم 50، يعني هما بعد كده مثلا خستعوا، ما اهتموش باكلهم، مش عارف ايه، حاجة معينة او خلل معين حصل في جسمهم بوظ الدنيا، فخلاص يلا مع السلامة. فبتفضل 2 سنين تحت النظر وتحت الاختبار، والموضوع في 2 سنين ده بيبقى ايه، شبه الكلية كده شوية، يعني محاضرات وسكاشن ومواد علمية بتاخدها، بيعلموك يعني ايه رحلة فضاء، يعني ايه الخروج من كوكب الارض ليه كوكب تاني، يعني ايه الحاجات اللي انت هتقابلها قدام، مش عارف الحاجات دي كلها، معلومات طبعا عن المكوك الفضائي، الدنيا دي كلها، بيدوك مناهج دراسيه بحيث ان انت تكون ملم بكل الموضوع ده. كمان من الحاجات المهمه جدا ان هم بيدوك تدريب كامل في الغوص، يعني انت لو داخل وما بتعرفش تعوم خالص وما عندكش اي خبره في الموضوع دوت، هيخشوا جوه ويعلموك يعني ايه سباحه ويعني ايه غوص وتقدر تعيش تحت الميه قد ايه. كمان كل كام يوم كده تلاقي ايه واحد جاي بيقول لك ما تيجي يلا ندخلك اوضه الضغط، فتخش جوه اوضه الضغط تلاقي ضغط عالي مره وبعد كده ضغط واطي وبتاع. هما بيحاولوا قدر الامكان يعيشوك في الجو اللي ما بيبقاش موجود في الارض، الجو اللي هو اللي بره الغلاف الجوي، بس انت راجل حمول وبتستحمل الزن والقرف بتاعهم. واخيرا عدت 2 سنين وبقيت رسميا رائد فضاء في وكاله ناسا، وعلى الرغم من ان انت اتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف وبقيت رائد فضاء واسترونوت ونيل ارمسترونج الجاي، الا انك لما تتخرج هتقعد جنب الناس اللي قاعدين على القهوه اللي موجوده في امريكا دي في وكاله ناسا، في قهوه كده الفيشاوي معموله كده هناك في وكاله ناسا، هتروح تقعد مع رواد الفضاء اللي قاعدين هناك. ومش عايزك تتضايق ولا تزعل، لان انت اصلا في رواد فضاء كتير جدا قاعدين، يعني فاهمني، انت هتروح تضيف عليهم، فلازم تكون انسان محترم يعني. طب ليه بقى في رواد فضاء كتير قاعدين؟ خليني اقول لك ان ناسا ما عملتش رحلات فضاء بقالها كتير جدا، يعني ما طلعتش ناس كده بشر من الكوكب الارض لرحلة فضائية بقالها فترة طويلة. بس الجيد في الموضوع ان هما مش هيسيبوك قاعد كده يعني ايه مخستع بقى لحد ما كرشك يدلدل وبتاع وتبدأ بقى ايه القهوة تأثر عليك بقى وعلى ذهنك وبتاع، ده دافعين فيك دم قلبهم. هما هياخدوك كل فترة كده ويقوموا مطلعينك في رحلة محاكاة زي اللي انت شفتها ستيفن هوكينج كان فيها كده، بحيث ان انت ايه تفضل برضو
عايش الموضوع ومش ناسيه وبتاع ومتحمس ليه قدر الامكان. كمان بيعلموك حاجات تانية ومهارات تانية انت ما درستهاش في السنتين اللي فاتوا دول، يعني مثلا بيعلموك ازاي تحرك الارم الميكانيكيه، بيعلموك ازاي تحركه وازاي تستخدمه وازاي تتحكم بيه عن بعد، والحاجات بقى كتيره اللي انت هتستخدمها بعد كده يعني. وبرده من الاكتيفيتيز الكتيره اللي انت بتعملها اثناء انتظارك لرحلتك الفضائيه هو ان انت بتتعلم على طياره اسمها T-38. الطيارة دي لازم كل شهر تطير بيها فترة زمنية معينة، او تطير جواها يعني فترة زمنية معينة كل شهر. واثناء ما انت عمال تتدرب بقى وعمال تتأهل بشكل افضل وبتاع وكده، العلماء بتوع ناسا شغالين وبيخططوا لرحلات انت هتعملها بعد كده، علشان ممكن في يوم من الايام يقع الاختيار عليك للرحلة الجاية وتبقى انت شخص سعيد حظ هيطلع ليه الفضاء. بس برضو الخطة جت وهما برضو مش راضين يطلعوك، يعني انت هتقعد كام سنة كده عمال تتدرب على الخطة دي. بتفهم الاول المهمة دي الهدف منها ايه، واحنا طالعين ليه، وهنطلع ازاي، واللي احنا هنقابله فوق، وهنستخدم المكان ازاي، الالات هنستخدمها ازاي، ايه اللي هيحصل، المعدات، الحاجات دي كلها لحد في الاخر تعدي كام سنة كده، وبعد كده تقوم ايه راكب المكوك بتاعك وطالع للفضاء. لا طبعا الموضوع مش بسهولة دي، برضو بتقعد كام شهر كده عمال تخش في سيميوليشن للرحلة بتاعتك. يعني عارف انت اللعبة اللي هي بتاعت السيميوليتور دي، انت بتتخيل ان انت جوه المهمة وبعد كده بيعدوا ليك بعض تدخل فيديو جيم من الاخر يعني، عشان يقدروا يشوفوا انت هتقدر تتعامل مع المهمة بتاعتك دي ولا لا. هما بيعملوا ديزاين كده لفيديو جيم انت بتبقى جواها سيميوليتور للمهمة بتاعتك دي، وبعد كده بتشوف بقى هتعمل المهمة ديت كل قد ايه، يعني تعملها مرة واثنين وثلاثة لحد ما يلاقوا ان خلاص كده انت زي الفل، يلا يا باشا اركب المكوك بتاعك وسافر للفضاء. وواضح طبعا من الكلام اللي انا قلته ده كله ان الموضوع صعب، وان الموضوع بيقتصر بس على اشخاص معدودين من 7.5 مليار اللي عايشين على الكرة الارضية. بس خليني اقول لك ان في نماذج ومؤثرين عرب مش بعاد عننا موجودين في ناسا حاليا، زي اللبناني شارل العشي اللي ليه حوالي 230 دراسة متعلقة باكتشاف الفضاء والارض، كمان شارك في بعض الرحلات الفضائية بنفسه، والمصري عصام حجي المشرف على معمل محركات الدفع الصاروخي في ناسا، وغيرهم 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 رجالة وستات قدروا يدخلوا المجال ده ويكونوا من الاشخاص مؤثرين فيه. انا عارف ان الحلقة دي ممكن تكون مش ليك، وانك ممكن تكون يعني شايف ان الموضوع بعيد شويتين، ولكن مين عارف في واحد مصري زيي وزيك شغال في ناسا حاليا، ليه ما تكونش انت الشخص اللي جاي اللي يشتغل في ناسا، او يعني اشتغل خش هندسة او علوم وبتاع وطلع اشتغل في شركة مقاولات، مفيش اي مشكلة يعني كده اضمن. وبس كده اعزائي المشاهدين، انا خلصت كلامي عن كيف تصبح رائد فضاء. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير ليها، كمان سيب لي رايك تحت في الكومنتس، وانت تحت كده هتلاقي لينكات فيسبوك وانستغرام وتشينو، روح تابعني هناك. كمان هتلاقي لينك باتريون ورقم فودافون كاش لو عايز تتابع الحلقات اللي جايه وتدعمني بشكل من الاشكال، تدعمني عن طريق وسيلتين دول. وصلنا الشاشه الجايه عشان هينزل عليها فيديوهات انا كنت عاملها قبل كده، وبس كده. السلام عليكم.